النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تم تغطية الإصدار رقم 118 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 100 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 12 شهرا، تبدأ في 18 من يوليو 2024 وتنتهي في 17 من يوليو 2025. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته ملياران ومائة وعشرة ملايين دينار بحريني. والآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. ذكر بنك يو بي اس أن التعريفات الجمركية الجديدة بنسبة 60% على جميع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض معدل النمو السنوي للصين بأكثر من النصف، وذلك في حال عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وإذا حدث ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2025 سينخفض بنسبة 2.5% وفق تقرير صادر عن خبراء اقتصاديين في بنك يو بي اس. توقعت شركة أدوبي أناليتكس أن ينفق المتسوقون حول العالم ما يقرب من 14 مليار دولار خلال حدث التسوق أمازون برايم داي خلال هذا الأسبوع. وقالت أدوبي أن الإنفاق في أمازون قد يرتفع بنسبة 10.15% خلال هذا الحدث. هذا يعتبر شهر يوليو هو الأبطأ في المبيعات بالنسبة لتجار التجزئة، إلا أن يوم برايم قد غير هذا العرف وخلق حالة يبحث فيها المتسوقون عن الصفقات الجديدة.